انا لسه مكمل معاك. يلا بينا نشوف كونكت بلس 4 يونت 3 لسن 3. هنا اربع اطفال هيبداوا يتكلموا او ثلاث اطفال هيتكلموا عن نفسهم. I am Faris. ركز معايا. And I live in the Red Sea Governorate. يعني انا اسمي فارس وانا بعيش في محافظة البحر الاحمر. It has a beach which is over 1000 كيلومتر. يعني ايه؟ يعني انا بعيش في محافظة فيها شاطئ بيمتد المسافة 1000 متر. It's a very popular place to visit our for scuba diving and water sports. يعني يا مستر، يعني المحافظة ده هي محافظة فيها شاطئ لمسافة 1000 متر، والشاطئ ده هو فيه حاجات كتيرة حلوة لرياضات الغوص والرياضات المائية. بعد كده I am Nadia. مالك يا نادية، أنت موجودة فين؟ قالت لي and I live in أسوان. أنا بعيش فين؟ في أسوان governorate. And it's the farthest south in Upper Egypt. يعني هي تعتبر أكتر محافظة موجودة أو أبعد محافظة موجودة في Upper Egypt في الصعيد بتاع مصر. Its capital is أسوان. العاصمة بتاعتها هي مدينة أسوان. يبقى عاصمة المحافظة بتاعت أسوان مدينة أسوان. In 1970 engineers finished the Aswan Haydam. يعني في سنة 1970 المهندسين خلصوا بناء السد العالي. بعد كده I am إبراهيم. مالك يا إبراهيم؟ And I live in the Alexandria Governorate. أنا بعيش في محافظة اسكندرية. It's important because lots of ships sail and in and out of the port. يعني إيه؟ يعني هي مهمة عشان في مراكب كتيرة بتروح الميناء وبتطلع من الميناء رايحة جاية على اسكندرية. The city of Alexandria used to be the capital city of Egypt. يعني ايه؟ يعني اسكندرية دي زمان كان ايام الرومان كانت هي عاصمة مصر، ما كانش القاهرة. صدق او لا تصدق. تعالى نقول النيوردز بتاعتنا. Beach square kilometer. How many people? Which governorate? Map. Countryside. How long? Capital. Haydam. Soil. سبور بورت. طبعا هنا في بورت وفي سبورت، بورت ميناء وسبورت رياضه. يوزد تو فيتشرز بوبولار سكابا دايفنج ووتر سبورتس انجينيرز شوبس. لسه مكمل معاك في ليسون 4. ركز بقى معايا. ايجيبت هاز لوتس اوف تراديشنال فولك ميوزك. يعني مصر فيها رياضه، فيها موسيقى شعبيه فولكلوريه كتيرة. There are different styles from different parts of the country. يعني دي أساليب مختلفة من الإيه؟ الموسيقى دي. أول موسيقى عندنا الفولك ميوزيشنز فروم أبر إيجيبت بلاي صعيدي ميوزك. يعني إيه؟ يعني أول نوع من الموسيقى، الموسيقى الصعيدي اللي هي عادة بتبقى فيها الربابة وفيها المزمار وساعات بيقعدوا إيه يرقصوا كده إيه بالعصيان. And this type of music uses string instruments such as violins and wind instruments. استنى بقى، الموسيقى الصعيدي بتعتمد على حاجتين يا يوسف، وركز معايا هنا شاطر. اول حاجه بتعتمد على السترينج انسترومنتس اللي هي الالات الوتريه. يعني ايه؟ اللي هي زي الربابه كده اللي انت بتعزف عليها بالايه، بالليه، بالوتر كده. او اللي هي الويند انسترومنتس اللي هي الات النفخ زي المزمار. طيب ماشي. such as أوبو. وأوبو دي نوع من أنواع الإيه؟ المزامير. singing and drumming is also key part. يعني إيه؟ الغناء والتطبيل برضو جزء من الإيه؟ من الموسيقى دي. إيه كمان؟ تاني نوع. further south in the home of Nubian music, clapping and drumming and drumming is an important part of this type of music. يعني ايه يا مستر؟ تاني نوع عندنا من الموسيقى اللي هي الموسيقى النوبية، الناس اللي هم بتلاقيهم ايه، ناس سمر ولابسين جلابيات بيضاء في اقصى الصعيد خالص. الناس دي الموسيقى بتاعتهم بتعتمد على ايه، تسقيف كتير قوي وايه، وتطبيل بيستخدموا طبول قوي. Nubian music is now popular all over Egypt. يعني الموسيقى النوبية دلوقتي بقت مشهورة في جميع أنحاء مصر، عن طريق طبعا الكينج محمد منير بيغني أغاني نوبية كتير، وأنت بنات تحب إيه الأغاني دي عشان خاطره. Sometimes it's mixed with other modern styles. يعني إيه؟ of music. يعني الموسيقى النوبية دلوقتي بدأوا يحطوا فيها آلات كتيرة زي البيانو والجيتار والحاجات كده، فبدأت تعمل موسيقى جديدة حلوة كمان. تالت نوع بقى. The most popular instruments
instruments in Bedouin music. النوع الثالث اللي هو الموسيقى البدوية. لك ركز يا مستر محمد. أول نوع الموسيقى الصعيدي، ركز الموسيقى الصعيدي، وده بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على حاجتين: السترينج instruments اللي هي الآلات الوترية زي الربابة مثلاً، والويند instruments الآلات اللي هي بتاعت النفخ دي زي المزمار. تمام؟ تمام. الموسيقى النوبية ودي بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على الدرامينج والكلابينج، يعني التسقيف والتطبيل. بعد كده البيدوين ميوزك بقى are the شبابة and ربابة، بتعتمد على حاجة اسمها الشبابة اهي اللي هي الآلة ده اهي، والربابة حاجة عاملة زي مين مش موجودة صورتها اهي اللي هي دي. تمام يا مستر؟ Bedouin music is also often includes singing songs are usually about special events. يعني يا مستر؟ يعني هم بيغنوا في مناسبات معينة، هم عندهم مناسبات كده زي الأفراح وزي مثلا العقيقة والحاجات اللي هم بيعملوها بيستخدموا الموسيقى دي كتيرة. بص كده: violin, oud, canon, rababa, oboe, شبابة، ناي، سينجينج، درامينج، كلابينج. طيب اجري معايا كمان، هات لي 94، انا مستني بسرعة. فولك ميوزك ستايل، ميوزيشن، سي دي ميوزك تايب، سترينج، انسترومنتس، نوبيان ميوزك، بوبولار، All over Egypt، انت المفروض بتعلم ورايا، Modern styles، Bedouin music، Keyboard، Events، Drum، Drum، Clap، Clapped، Play، Played، Put، No new، Have had. اجري معايا، تعالى نخلص اليونت ده النهاردة. Folk dancing in Egypt، ده آخر درس معايا، وانت شاطر اللي انت مكمل معايا لحد دلوقتي. ركز بقى، بيتكلم عن الرقص في مصر اللي هو يقصد الرقص الشعبي. أكمل: Folk dancing in Egypt. Folk dancing has long history in Egypt. It's linked to the folk music of different areas. يعني يا مستر محمد بيقول إن الرقص الشعبي ده بقاله تاريخ طويل، وهو يا عمار مرتبط بالموسيقى الشعبية. أول نوع من الموسيقى أو الرقص ده Nubian dancing is lively and colorful. يبقى الايه؟ الرقص النوبي بيمتاز ان هو مشع بالحياه، يعني كده وانت بتشوف الرقصات بتاعتهم كده تبقى انت نفسك ترقص معاهم، وكلرفول ملون عن طريق ان هم بيلبسوا الوانات جميله في الرقص. People move the arms and feet to the rhythm of music. يعني ايه؟ يعني بيقعدوا يخبطوا بايديهم ودراعاتهم كده على ايه؟ على ضوء الموسيقى، زي الايه؟ زي الموسيقى اللي هي اللبناني كده. رقص العصايا، تاني حاجة اللي هو الرقص بالعصايا اللي هم بيقعدوا زي ما انت ما شايف كده في الصورة كده. is probably the most famous dance from the Saidi musical tradition. يعني هو يعتبر حاجة مألوفة جدا زي الموسيقى الصعيدي. الموسيقى الصعيدي هم بيرقصوا عليها بالعصيان دي. The dancers use sticks asaya and step quickly in special patterns. يعني ايه؟ يعني بيستخدموا العصاية وبيقعدوا يتنقلوا كده بطريقة معينة بالعصيان. هم مش بيحاربوا بعض بالعصيان، لا، ده هم بيقعدوا ايه؟ يعملوا استعراضات بالعصيان. And the تهتيب is also from the tradition of Saidi music. والتحطيب كمان، اللي هو التحطيب بقى ده اللي هو بيبقى ايه؟ بيبقى فيه زي النوع من المبارزة، ان هو يبرزك بالعصاية والموسيقى شغال، عشان يبقى التحطيب غير الرأس بالعصاية. And the dancers carefully perform a dance with sticks in a way. يعني بحرص كده بيأدوها ايه؟ بالرأس بالعصيان، عشان ما حدش يجيب عصاية في بق واحد ولا في عين واحد ايه يعور. That looks like fighting. يعني ده بتحس ان هي ايه؟ كأنها ايه؟ حرب او قتال. Dancers wear special costumes. وكمان الراقصين دول بيلبسوا لبس خاص، يعني مثلا اللي بيحطبوا ده ممكن تلاقي الاثنين لابسين جلابيات بيضة، عشان اعرفوا ان هم ايه داخلين في التحطيب ده. This can be dark and plain. يعني ايه؟ اهو يعني ممكن تكون الحاجات الملابس دي دارك، هو وصفها لي اهي، قال لك بتكون غامقه، ممكن تكون سودة، وايه؟ وبلين، يعني ما فيهاش تطريز، كلها ايه؟ ساده. Or bright colored and patterned. او ممكن تكون ايه؟ الوانها براقه وملونه، يعني هي ما لهاش ايه؟
ومرصعه طبعا بالايه بالنقوشات ملهاش ستايل معين. The cities along side the Suez canal يعني في المدن على طول قناة السويس زي مثلا بورسعيد والسويس والإسماعيلية. There are international types of music يعني في نوع معين من الموسيقى دي اللي هي ايه اللي هي and dance musicians play the سمسمية يعني بيلعبوا على السمسمية رقصة السمسمية. A Bedouin instruments as well as drums وكمان البدو كمان بايه بيستخدموا الطبول. تعالى هات النيو ووردز بتاعتنا دي dancing folk dancing linked nubian dancing رقص اسايا stick اسايا quickly تهتيب fighting location geography attractions history culture entertainment high customs blame انت المفروض بتكرر ورايا عشان ما نزعلش من بعض. bright colored alongside Suez canal international type سمسميه famous colorful mountain exhibition museum market example tourist guide used to make. Thank you and goodbye.